عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. والنهارده معانا يا جماعه الصعيدي المزارع ابو مفلح الصعيدي، يحب يعرفنا على حاجات كتير وهنساله حاجات كتير في الزرع عشان هو مزارع طبعا، واكيد هو هيعرفنا على حاجات كتير. ويلا بينا نتعرف. السلام عليكم. ازيك يا ابو مفلح؟ اخبارك يا عمي؟ قلنا لازم نعرف حاجات منك كثير في الزرع، فانت راجل مزارع ولازم نعرف يعني. ايش تعرف انت؟ بس نعرف ايه اللي زارع دي؟ ده مكرونه. ايوه مكرونه. شوف بس تعال دي. شوف دي مكرونه. زرايا. ايوه. ودي مقصوصه شويه. ايوه لكنها طويله. ودي سكابيزيتي. ايه سكابيزيتي ده؟ سباكيتي. سباكيتي دي الطويله دي. هي دي. ايوه. وهي عشان ربنا يرزقني ان شاء الله. انتبه معايا بس. باذن الله ان شاء الله يا مستر. بعون الله تاني ان شاء الله ونقول يا رب. انا هنزرع المكرونه دي. ما حد زرعها قبل كده. واصل. ايوه. اختراعات جديده. ما شاء الله. لا انا كنت عارف انك انت مزارع واصل. ايوه. حد زرع المكرونه دي غير انا بس. خليك فاكر. ماشي. خليك فاكر يا ولد. حاضر يا فندم. حاضر. حد زرع المكرونه دي غير انا. تمام كده؟ تمام. وان شاء الله باذن الله بعد ما ناخذ المحصول هنعمل ايه يا انت ما عارفش؟ ما عارفش. انت ما تعرفش ايه الحكايه؟ ما عارفش الحكايه. صح ولا لا؟ لا صح. هنتجوز على مين؟ على مين؟ على المرأة. بس اوعى تروح تقولي لها يا لا 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 ده انا هنروح نقول لها وهنقبض فلوس من على قفاك. امبارح بنت الكلب قلت لها اعملي لي فطير ضربتني بالكرياك. ما فيش داعي نوريك العصعوصة. لا لا خلاص احنا نصوره ده بلا ما نصورك انت. العصعوصة. لا حنصوره مرة ثانية. طيب. لا 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 بص العصعوصة دي كسرت حالي من الشاوي. عشان نقول لها اعملي لي فطير. ليه امال امال؟ ما اعرف شيء. الحريم افترت اليومين دولي بس راح نتجوز عليه. لا يا راجل عيب. هي انا اتجوز عليك يا راجل. عيب عليك. انا اتجوز عليك يا راجل. الطلاق غلط. السلام عليكم. وعليكم السلام. وزي ما شفتوا يا جماعه مع الفلاح ابو مفلح الصعيد المزارع. تمام يعني عرفنا حيات كثير. هو زارع ايه وده بيطلع ايه. وانتظرونا في وانتظرينه مع الفيديو. ثواني بس اخلص بس. ايوه بص ركز عليها دي. وعيلها دي. وعيلها دي. ايوه.